السلام عليكم، عدنا لعبة باي داي 2، يوم الدفع 2 مع الشباب. معنا اليوم ياسر ار دي. كيفك يا هلا ياسر؟ والله، مية مية. سوما، أهلا ازيك يا سوما؟ تمام. سوما طبعا مثل ما بنقول عنه ايديه بتنلف بحرير، والتريلر تبعنا. وعنا اخيرا ارابيان وورير، مرحبا يا ارابيان. هاي وريدي، كنا يا بالحلقة ريت الماضية بمهمة الهارد. رايك بالانجليزي؟ اخذ مانجا انا. نشوف تكملة المهمة كيف حتصير. يلا يا وشكله كأنه نحن عم نسوق السيارة. هذا الكلام ايه، عم نسوق السيارة. مين عم يسوق؟ سوما، ليشك عم تسوق؟ سوق ياسر، انتبه يا ياسر، شكله فتنا بالحيط. شجرة. اوه شو هاد؟ ليك قديش في عالم؟ انا بحمل الشنطة. اوكي تلاقي. ايه انت احمل الشنطة بس واحدة؟ وين نروح؟ انا وانا وين وين؟ بس بدنا نضل عايشين، ما بدنا نروح لارني لبين ما تجي الطيارة تبعنا أو المساعدة تبعنا. استخدموا السيارات كدرع للحماية. أيوة. اسكيب مبلشين أهلنا. عم نضل عايشين لغاية ما تجي سيارة جديدة تاخذنا. إيش المهمة دي؟ بس كل سنة إحنا أخذنا بونس. ترى بس أتوقع 50,000 معنا. انت لو عندك 20,000 يمكن اسوء. لا نعم نعم تعرف والاكسبيرينس كمان ما تنسى الليفلات. الحمد لله والله. لو في الحقيقه عشان كملوا 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 يا شباب. لا تعرف صحيح، هون معقول نلاقي اموال بشيرنا؟ اه في نكسر سيارات. اما كيف معقول نلاقي بقلبها مصاري بتضربها بالاي؟ يلا يا شباب، يلا شباب نروح على الحديقه. شباب شباب فينا. يلا يلا. اه ليكو ليكو ليكو. قتلت اثنين وبلشوا يرموا علينا قنابل دخانية. إذا كتروا القنابل من غير مكاننا. إيه؟ آه سيارة سوات هنيك مدرعة جاي يا حبيبي. حلو؟ ما في مزح. هذي هار تار الطرف الثاني. تعالوا حديقة. الطرف الثاني. بلينين. هوب خلاص لما يجيب السنايبر. اه طلع بالسماء اجت طيارة هليكوبتر تبع الشرطة. يا ايوه الشرطة. فيكم تقتلون هنا، نازلين من الطيارة على فكرة. اوكي هيك بتذكر بقى. استعدوا، حيرموا هلا حبل. يلا باكل ضرب من غير جهة. اه اجوا بنفس الوقت من جهة تانية. انا قاعد اتكلم، هم قاعدين ينزلوا كلهم. ايه ما هو كلهم سبيتي. قاعدين جديد. منيح معنا قريبين قريبين. انا بحاول اوفر طلق بصراحه، ما عم بضرب كثير. ما برش في واحد رهينه. شاب 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 سوما داون. يا سوما ما بقدر اصيب لبعيد، انا ما بعرف ليش سلاحي ما عم بيوصل. شلون نساعد سوما يا شباب؟ بدي حدا يجي معي، من حالي ما فيني ساعده كتار. قريبا نروح قريبا. رايح رايح. اه لا والله قتلته. بطل في شرط، بطل في شرط. ما يخلوني اقرب، كانه في شيء بق باللعبه او شيء. سوما يلا 8 ثواني، شايفك سوما ما تخاف. الشرطة ساعدك عم ساعدك. كانه كان في بق باللعبه هون بهالحيط هاد، ما كان عم يخلوني اضرب. اخذ الطلق من الارض. جت تطيح. شو؟ بس واحد مات. بس واحد مات. هليكوبتر جديدة اجت؟ لا والله نزل. ما تنفع فيها. المفروض يجيب طيارة حربية. مين اللي حط قنبلة؟ انا. نصيحة من حرامي إلى الشرطي، لا تستخدمون الجبر. والله ما تنفع. الله عليك حرامي ديد. اوه قنبلة سوما قتلت واحد شفته قدامي لايف. يلا بحكي حاول تسيبهم لهدول. اللي ما انتبه ما سمع، قالوا لنا بقيان دقيقة واحدة بتوصل السيارة تبعنا. يب. بقى شو رايكم نستعمل شنطة امو؟ يلا يلا اوكي.
انه بعدين دقيقة. خد خدها ما خد. يلا 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 جيت لعندك. وينه ياسر ارضي؟ ها؟ دخل دخل الفارت اوكي داي داي. طيارة جديدة. حول. طفيت. حتنزل هلا. خلنا قريبين من الباص مثلا السيارة تيجي هنا. حلو حلو اللغم تبعك مفجر. طيارة طيارة. شب اهل ثلاث شباب. واحد انت مو معك دوما. نزلوا كل الميتين بعدين. عمر 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 حط شنطة عمر حط شنطة. يلا يلا يلا. هاي شنطة وليك طاقة سوما. يلا يلا يلا. سوما عم بينزف عم بيبكي. يلا يا شباب. يوف عيد المكان. اوكي تعال احموني تعال احموني. بس خذوا خذوا انا عم باخذ اسعافية بس عربيان بيقدر بحاجة بعتقد. ما بينصابوا في شيء غلط بالماب هون عم بصير معي. حسيت هذا تطلع حلوة تمثال كل حديقة حركود. يلا ياسر انت جوا الحديقة؟ انا ربطه. لا لا الجهة الثانية. يلا تعال السيارة يلا يلا. انا راكد بأقصى سرعة لأنه بعيد عنكم كنت. انت واحد مين اللي معه الشنطة؟ انا انا يلا كل واحد حيطلع له 1500 من هالمهمة. فولو مي ناو اركب 50 عدد هاي المهمة. قال 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 حيعطونا مصاري. قال علينا مصاريف 20000 اجار بنزين طلاق كذا. قال عليكم مبروك ربحتوا معنا انكم كل واحد يدفع 30000 63 اوه 63 منيح قليل والله قليل منيح وليفل ليفل ونص نشوف قديش حنطلع ليفل 19 انا طلعت ليفل فتح لي رشاشات جديدة طلعت ليفلين 20 تو مور سكيل بوينت نايس 28 شباب طلعت ثلاث ليفلات تقريبا طلعت ثلاث ليفلات لا باقيلي ربع على 20 يا ولادي انا باقيلي 6 ليفلات 63 انا باقيلي 29 يلا نعمة نعمة اجينا للجد اجينا للجد يا شباب اوكي انا لقناها لسه ان شاء الله فلوس انا افكر حاعمل تويت هلا شوف شوف لا الشباب شباب لا. يلا يسار الوان اوه صباغ فلوس كم 40 حلو حلو انا يا عمر قناع اوه شو هالقناع الين وير فضائي هلا هلا بدي اشوفه هلا هلا شيء انتو صباغات واهانات انا ازرق انا اخضر اخضر بس كل اللي يعطوك اياه الفايده منه اصلا هدول تعمل فيهم اقنعه تسبق فيهم اقنعه بس خليني اروح هلا هلا فورا شوف الاسلحه تبعي ليكو قناع سلام اول قناع يجيني اول قناع يا يوتيوب اول قناع يا شباب وينه بس نورمال يس ترى يلا افتح ما فتح لا لازم اعمل له اكتيفيت ترى حركها تغير احلى فضائي حسره الين وير تمام الين الين يعني ما في مزح ليك شو نظيف ما بعرف شلون بدي اتنفس فيه بس تحسه هيك بدي لمعه كل يوم للقناع ليك اللمعه شلون جاي على... لا حلو على البدله طالع ظريف بس بس طبعا انا بتوقع على فكره بتعرف ليش كلياتهم وقعوا ماتوا الشباب باول مهمه هلا تذكرت لانه كلياتنا عاملين نعمل مهمه بدون دروع واقيه هاي السبب انا اعتقد انه كنا نعملها احترافيه بس الحمد لله بسيطه 40 30 50 لكم وها رجعنا للدرع المرتب سلام اوف ده درع رهيب يا شباب هلا فتح معك؟ يب هذا فتح معك هذا نفس اللي عنا يا عربيا ما حط درع يلا الحمد لله على خير انتهت المهمة اخذنا جوائز انبسطنا اخذنا شوية اموال حطلع بس على اللوبي بس لشوف قدي صار معي مصاري كمان عشان نشوف هاي شكلي وهي المصاري يعني ماشي الحال 100,000 107,000 بدي شوف اذا صار معي حق مسدس جديد بقى نجيب مسدس جديد مع كاتم بس لسه ما صار معي بدي مهمة كمان بكل الأحوال بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من باي داي 2 طبعا السلسلة معتمدة على دعم المشاهدين كل ما يعني لقيت إقبال أكثر كل ما نحاول نكتر منها أكثر ما تنسوا تنزلوا تحت السبسكرايب اشتراك لايك مفضل تلحقونا روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس كان معكم عمر والشباب الطيبة ومع السلامة